يا صباح الخير وصباح الفل وصباح الهنا على حضراتكم جميعا. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. النهارده الاحد 9 اغسطس، اولى حلقات الاسبوع في صباح الخير 10 الصبح في الاهلي. صباح الخير يا فندم، انا لسه ما صحيتش. صباح الفل، صباح الفل عليكي وعلى كل جمهورنا الجميل، كل متابعي وكل محبي وعشاق النادي الاهلي. صباح اهلاوي خفيف لطيف خالي ان شاء الله من كل السخائف والمنغصات، وان شاء الله حضراتكم تستمتعوا معانا لمده ساعتين على الهواء مباشره وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل. هنبدا بقى بخبر جميل جدا، وهو هنتكلم عن المسابقه، مسابقه قناه الاهلي في توقع نتيجه المباراه والجوائز والتليفونات والتيشيرتات بتاعه الاهلي. كل ده هنتكلم فيه على صفحتنا الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي كريم. بس نروح لاول خبر بقى، وهو عن عوده الدوري المصري للحياه مره اخرى. الحمد لله اخيرا. الحمد لله على السلامه. النهارده تحديدا